السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة يا رب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. لو أول مرة بتشوفيني دعميني بلايك وفعلي الاشتراك علشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي الجرس وأقصد اعملي اشتراك عشان يجيلك مني كل جديد. ودعموني يا جماعة بلايك، دعموني دعموني بلايك كده وشجعوني كده يا جماعة، متحرمش منكم أبدا يا رب. النهاردة جايلكم في موضوع مهم جدا يا جماعة، هو النظافة الشخصية. الكلام ده للمتزوجين بس يا جماعة، لو في أطفال بتفرج عليا أو الخلابيز دول يقوموا طبعا ما يتفرجوش. النهاردة يا جماعة جايلكم موضوع حلو جدا، هو النظافة الشخصية للناس المتزوجة. أنا هعلق على كذا حاجة كده، هما كذا حاجة بصراحة، مش حاجتين أو ثلاثة، لأن أنا بعاني منهم مش أنا كشخص، لا بشوفهم في ناس كتيرة، يعني معرفهاش بس بشوفهم في ناس كتيرة. والله ببقى نفسي أكلمهم وأقول لهم، بس ما كل واحد وبراحته. يعني اول حاجه النظافه الشخصيه يا جماعه، كست متزوجه النظافه الشخصيه كشكل الست نفسها، كشكل الست نفسها. انتي اسمك ست، لازم أن تكوني حتى لو في البيت، يعني ما بقولكيش بره البيت، في بيتك، علشان جوزك يشوفك حلوه وما يبصش عليكي بره. واكتر المشاكل اللي بتحصل يا جماعه، واكتر يعني ربنا يا رب يعافينا كلنا، الطلاقات والكلام دوت، بسبب ان الست مش مهتميه بنفسها. طبعا لازم انت مش مهتميه نفسك، فطبعا جوزك هيبص عليكي. وطبيعي يعني ان الراجل دايما بيبص بيشوف الحاجه الحلوه بعينه، ايا كانت الحاجه دي ايه، هو هيبص لك النظره دي بعينه. تمام كده. اول حاجه في النظافه الشخصيه طبعا ريحه بقك، ريحه بقك لازم تكون نظيفه جدا. استعملي بقى في حاجات، في رش للبق، في ممكن تاكلي البان، معجون اسنان. لو المعجون مش عامل معاكي نتيجه ممكن تشوفي، لو انت مثلا عندك مشكله في الفم اصلا ممكن تكشفي وتشوفي، مثلا تسالي الدكتور او تكشفي وتقولي له مثلا انا نفس بقي مش كويس، هيقول لك يعني ايه السبب. ممكن يكون عندك حاجه وانت مش واخده بالك، والمعجون مش عامل نتيجه، او اللبان او الرش او اي حاجه اللي انت كانت بتستعمليها مش عامله نتيجه معاكي، فممكن تستعيني هنا بالطبيب وتعملي تحاليل وتساليه وكده، وهو اكيد هيفيدك برده طبعا، وتعرفي بقك ليه او نفسك ليه ريحته كريهه شويه. طبعا اهم حاجه يا جماعه النفس، طبعا كلنا عارفين طبعا اهم حاجه النفس للناس المتزوجين. تاني نقطه المراخير، مراخيرك طبعا لازم تكون نظيفه جدا، بمعنى ان ما ينفعش بعد قدام جوزك وتعملي كده، بتعملي كده ستوب، ما ينفعش طبعا خالص. دي حاجه لان الراجل انت جوزك هيقرف منك، هيشوفك يعني سوري معفنه، هيقول ايه ده، انا قاعده عيله في ابتدائي عماله تتنخر في مراخيرها، سوري يعني، ولا طلع في مراخيرها. لا طبعا ما ينفعش. لو انت طبعا خليكي باستمرار نظافه مراخيرك، عارفين يا جماعه الستيك اللي هو القطن دوت بتاع الودان، انت ممكن تجيبيه ده في اي بيت موجود ومتوفر ورخيص جدا 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 ومرمي، ومش لاقي اللي يشتريه اصلا في الصيدليات وعند بتاع المنظفات، وسعره حوالي العلبه 6 7 جنيه مش اكتر من كده، اللي هو العود اللي هو اللي فيه ودنتين من ناحيتين، اللي هو بتاع الودان يا جماعه. هتجيبيه؟ انا دلوقتي عشان مش هعرف، عشان انا بعيد عن يعني المكان اللي انا اجيب منه حاجه تسريحه يعني. هتجيبي الكولونيا، سوري، الكولونيا بتاعت الاطفال اللي هي الجونسون، اللي هي ايا كان نوعها، وتجيبي الستاك دوت بتاع الودان وتحطيه كده في الكولونيا، وتجيبي مراخيرك كل شويه بقى باستمرار تنضفي 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 هنا تنضفي. انت حتى لما هتاخدي نفسك الريحه دي هتخش جواكي، هتحسي براحه نفسيه بطريقه فظيعه، يعني هتحسي براحه نفسيه جميله جدا كشخصه، مش لجوزك، كشخصه ليكي انتي، هتحسي براحه ان انتي نظيفه ومراجل ريحتها حلوه، وكمان تنظفيها اول باول ومناديل بقى على طول، مش عايزه اقول طبعا تلف والكلام دوت عشان ما يبقاش مصطلح وحش، يعني ان انتي على طول تبقى معاكي منديل. عندك برد ما تقعديش اصلا جنب جوزك، او ما تناميش جنبه لو انت عندك برد، هيقرف منك انت كل شويه قطي وتنفي ومش عارف ايه، هيقرف منك. الرجاله يا جماعه بتقرف، والله العظيم الرجاله بتقرف فعلا. راجل بيحب الست الحلوه في كل حاجه، في كل حاجه، نظافه شخصيه، تبقي نظيفه في كل حاجه. نيجي للنقطه الثالثه، طبعا شعرك، شعرك ثم شعرك ثم شعرك ثم شعرك.
في ناس كتيره يا جماعه بحس ان هي مش بتهتم بشعرها على طول، يعني مثلا تقف في المطبخ قمطه، تقف بقمطه كده بشرب كده او بطرحه ربطها. طب انت القمطه دي قبطها اوكي ماشي في المطبخ عشان الشعر ما يقعش في الاكل، انا معاكي انا بعمل كده، بس بعد ما تخرجي من المطبخ هتفضلي بالقمطه؟ لا طبعا هنشيل القمطه ونسرح كده تسريحه حلوه. ولو انت بتحبي تعملي تسشواري شعرك، بتعملي بيبي ليس، ايا كان بتعملي شعرك ايه، بتسرحيه بس كده، بتستكفي بالسيرم، بتستكفي بالكريم، ايا كان لازم ريحه شعرك تبقى حلوه. لان انت بتبقي نايمه جنب جوزك او قاعده جنب جوزك اكيد بتبقي قريبه منه، فشعرك بيبقى واصل يعني ليه، يعني ريحته له، هو هيشم ريحه شعرك. في يا جماعه سيرم حلو جدا ممكن تستعمليه، اسمه هو من منتج لوير، اسفه سوري، لوير ده يا جماعه هو ريحته جميله جدا جدا. وفي اللي هو زيرو برضو، وفي اللي هو جي كي، الحاجات دي التلاته دول انا استعملتهم، عشان كده انا بقول لكم ريحتهم حلوه جدا جدا جدا. ممكن تستعملي النوع اللي على قد ايديكي والنوع اللي انت عايزاه، معكيش تجيبي سيرم، ابسط الاشياء شعرك، لمي شعرك تسريحه حلوه كده، وادهني كريم حلو او زيت حلو لو معكيش سيرم. اهم حاجه شعرك يكون ريحته حلوه، ريحته يكون نظيفه ويكون حلو، تكوني مسرحه كده تسريحه حلوه، ويكون شكلك نظيف طبعا بعد ما تخرجي من المطبخ وتشيلي القمطه. اوكي نيجي بقى النقطه الرابعه او الخامسه مش فاكره، الرابعه متهيألي. النقطه دي مهمه جدا بقى يا جماعه، ان انت تقفي في المطبخ بتعملي الاكل، طبعا بيبقى تبقي لابسه حاجه ايا كان بقى، عبايه، بيجامه، ترنج، اللي انت بتبقي لابساه اللي انت بتطبخي بيه ما ينفعش تقعدي بيه لما جوزك يجي، ما ينفعش تغيريه في وقتها، يعني تخلصي اكلك وتظبطي مطبخك وتشطبي مواعينك وكل حاجتك عشان طبعا هدومك هتتبهدل، وبعد ما تخرجي من المطبخ تاخدي دش حلو كده دافي وتظبطي نفسك كده ماشي، وتروحي لابسه هدوم نظيفه، طقم نظيف، وشعرك بقى، وتكوني بقى عامله ميك اب بقى ومظبطه نفسك. لان يا جماعه الراجل طبعا احنا كلنا يعني عامه الرجاله المصريه بتاعتنا شقيانين، بطبعهم شقيانين، فلازم لما يجوا يخشوا البيت يلاقوا حد يعني بيهون عليهم اليوم، ايا كان بقى هو مسافر، ايا كان هو طول اليوم بره، لازم تهوني عن جوزك، لازم يبقى يحس ان في حد في البيت بيهون عليه. هون عليه بمعنى اللي هو يعني انت مجرد ما يشوفك كده مقابله ابتسامه كده حلوه وشكلك شيك وريحتك حلوه وريحتك واصله له كده نفاذه كده من على السلم يمكن، هو حتى يعني هينسى قرف اليوم وتعب اليوم، وهيبصي هيترمي في الريحه الجميله ديت وهينسى كل حاجه. تمام كده؟ نيجي على اهم نقطه يا جماعه، لو انت ما بتحبيش ترشي على نفسك بيرفن كل شويه، او مش فاضيه، او مش بتحبي يعني البيرفن كل شويه وكده، هتعملي حاجه بسيطه جدا. بعد ما تغسلي الغسيل بتاعك وانت بتطبقيه، هتجيبي التطبيقه بتاعتك تحطيها في دلابك في الرف بتاعك، وترشي برفان في الرف بتاعك. حتى وانت كده بتفتحي الدولاب كده الصبح بتجيبي هدومك، او وانت رايحه تغيري هتشمي ريحه جميله جدا، وتجيبي الطقم اللي انت مثلا داخله شاور دلوقتي وهتلبسيه، تجيبيه تحطيه وتجهزيه وترش عليه البرفن وانت طالعه. لو انت مش بتحب الريحه النفاذه قوي، اول ما تاخدي الشاور بتاعك وتخرجي من الحمام هتكون الريحه ثبتت في الهدوم او في الطقم بتاعك، والريحه بتاعتك هتبقى الهدومك هتبقى ريحتها حلوه جدا. نيجي النقطه اللي بعد كده، ودي النقطه اللي انا فرساني بصراحه. يا جماعه انا بقابل ناس كتيره قوي، او بسمع ناس كتيره قوي، او بشوف ناس كتيره قوي، او بشم. مره هقول لكم على حاجه، مره كنت راكبه المترو والله العظيم بجد، وكان الصبح ما كانش بالليل، وراكبه في العربيه السيدات وكده، فواحده قاعده جنبي، يعني الله يسهل لها، واحده قاعده جنبي انا والله ما اعرفهاش، قاعده جنبي وست ومتجوزه وكبيره ومعاها اولاد يعني اكبر مني بحاجات بسيطه يعني، بس هي شابه ومتزوجه، ريحتها صعبه جدا يا جماعه، نفسها ريحته صعب، هدومها كانت يعني انت ازاي ست، ازاي ريحتك كده، يعني انت ازاي ريحتك كده، وكمان يعني الصبح الوقت ده الصبح، مش اللي هو مثلا هقول لك انت راجعه من شغلك عرقانه وريحتك مش لطيفه لا ده الصبح انت خارجه من بيتك. طب على الاقل يعني، على فكره يا جماعه الشاور ده مش مكلف خالص،
الشاور يعني مش هيبقى مكلف عليكي انت، شويه ميه هتفتحيهم تتهدي الشاور بتاعك بيهم، شويه شاور حلو، شويه شامبو، الحاجات دي موجوده في اي بيت ومفيش اي بيت يستغنى عنها خالص. مفيش شامبو، مفيش شاور، الصابونه العاديه اللي هي العاديه خالص هتنضفي بيها تحت باطك، الاماكن الحساسه، تغسلي وشك بصابونه اللي انت بتستعمليها لبشرتك. بعد ما تنشفي بقى، لو انت مثلا بتستخدمي لوشن، مخمريه، مزيل، الحاجات دي اللي هي ايه طبعا بتدي روائح جميله جدا للجسم، بتدي ترطيب طبعا، خلي ريحتك جميله من تحت الهدوم. ولو عايزه كمان تحطي من فوق الهدوم بيرفن، بس ما انصحش البنات اللي بتروح شغلها، وانا عامه ما بحبش البيرفن في الشارع، ما بحبوش. تحطيه في الشارع، حطيه اولى في بيتك، جوزك يشمه على الاقل، هتاخدي 100 حسنه او اكتر من 100 حسنه كمان لما جوزك يشمه، يشمك احسن ما واحد غريب يشمك وتاخدي ذنوب عليه وسيئات. لا، الاولى حلالنا هو اللي يشمنا اللي هو زوجك، تمام كده. تيجي بقى للنقطه الثانيه، النقطه السادسه والسابعه، البيريود، الوقت اللي بيكون عندك فيه البيريود طبعا 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 لازم تكوني كل شويه على الاقل 3 4 مرات تغيري في اليوم. 4 مرات حلو جدا او 3 مرات حلو قوي قوي، تغيري كل شويه كل شويه، وكل ما تغيري كل ما تاخدي الدش في الغيار، يعني تغيري وتاخدي الشاور وتغيري كل حاجه، اكيد انتوا فاهميني طبعا، وتتشطفي كويس جدا وتستخدمي اللي انت بتستخدميه ايا كان بقى، انا مش عايزه اوضح ايا كان اللي بتستخدميه ايه، في حاجات كتيره قوي يعني اسامي كتير، يعني كل واحد طبعا واللي بيستخدمه، تمام؟ اكيد انتوا فاهميني. تشطفي كويس جدا وتغيري وتبقي زي الفل وتمام، وتعطري نفسك وتخرجي عادي جدا علشان جوزك ما يشمكيش بريحه وحشه. ويا ريت وانت عندك البيريود ما تروحيش تقولي لجوزي انا عندي البيريود، غلط، ما تقولوش انا عليا البيريود. انت ما بتقولي له، انت بتقرفيه من نفسك اصلا، مش بعد ما البيريود تخلص مش هيشوفك، مش هيشم الريحه اللي انت، هو مشمش بس انت بتقولي عليا البيريود. طب هو يعمل لك ايه عليكي البيريود؟ انت ليه بتقولي له عليا البيريود؟ ما تقولوش عليا البيريود. لو حصل مثلا يعني حاجه اللي انت تيجي تقولي له مثلا فيها، ما تقوليش البيريود، او في ناس تقول الدوره، ما تقوليش كده، قولي مثلا عندي ظروف، معلش يا حبيبي شايفه النهارده عندي ظروف، اتعبانه شويه كده، ما تقوليش انا عندي البيريود، انا عندي ايه ده، لا مش كده، ما تقوليش عندي البيريود، ما تقوليش عندي الدوره، كل ده يا جماعه والله بيقرب جوزك منك وبيخليه ينفر منك ويبعد عنك، والله العظيم بجد يا جماعه، بجد بجد طبقوا النصايح دي والله هتستفيدوا منها جامد، والله بجد، ويعني هتخلي جوزك يقرب منك بطريقه يعني فظيعه، فاهميني؟ انا مجربه والله الموضوع ده. وبعد كده، بعد ما خدتي بقى شاورك وظبطتي نفسك وظبطتي حمامك والكلام دوت، طبعا مش هنعرفه اللي احنا عنينا البيريود والكلام دوت، عشان طبعا ما يعرفش الراجل يا جماعه، بيحب الست التقيله، بيحب الست التقيله، مش كل حاجة تروحي تقولها له يعني كست متزوجة، مثلا يا حبيبي انا مثلا عليا البيروت، يا حبيبي انا مش عارفة انا هعمل سويت، ما تقولهوش كده. وفي بقى نقطة بقى طبعا عايزة اكلمك فيها كمان، ما تجيش تعملي سويت في المكان اللي جوزك قاعد فيه، ما ينفعش. هو جوزك كل حاجة، بس هو بني ادم والله وبيقرف وعنده نفسه وبيقرف، فاهميني؟ يعني انت ما تجيش مثلا في المكان اللي هو قاعد فيه، ما حبكش، الشقة واسعة، عندك الحمام، خدي الحمام لنفسك، افتحي على نفسك اوضه وتجنبي لنفسك واعملي الكلام دوت مع نفسك، حتى بعيد عن عيالك، اوعي 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 تعملي قدام عيالك الكلام دوت، حتى لو عيل صغير. الحاجات دي يا جماعه بتعلق مع دماغ العيال وبتتكرر معاهم بالفكر لما بيكبروا، والله يا جماعه بجد. اللهم صل على النبي. وجوزك ما تجيش قدام جوزك وتعملي الموضوع دوت، اللي انت تعملي قدامه سويت. هو هيعرف منك لما بعد ما تعملي السويت وتخلصي، هو شايفك انت بتعملي ايه وشايفك بتشيلي ايه. شوفي بقى هو شايفك ازاي دلوقتي، ولما تبقى تخشي تاخدي الشاور بتاعك وتخرجي وتلبسي وتتبرفيني وتحطي الميك اب وتعملي، هو مش هيشوفك حلوه، خلاص هو شاف القرف اللي انت وريته له، استحاله يشوفك حلوه، استحاله يشوفك بشكلك اللي انت عايزه توريه له، لا هيشوفك مش نظيفه، انت وريتي له القرف كله او معظم القرف، انت بتوريه حاجات بتتشال وحاجات بتتعمل غلط غلط يا جماعه بجد، لازم نحسن من نفسنا شويه في الموضوع ده وفي تفكيرنا وفي اسلوب التفكير بتاعنا.
لما يعني انت الشقه وسعت ما دقتش بيكي يعني عشان خاطر تيجي تعملي قدام جوزك، لا انفردي بنفسك في الحمام في الاوضه واقفلي على نفسك. بس هو حتى ما خلوش حتى يشوفك وانت بتاخدي الشاور، ده انت تخلصي خالص وما تعرفوش حتى انت تعملي سويت كمان، خليه يتفاجئ بيكي، يتفاجئ كده ان انت نظيفه، ان انت ملمسك ناعم، ريحتك حلوه، ريحتك نفاذه، هو حتى يعني هيحبك اكتر. الراجل يا جماعه بطبعه والله العظيم بعد كل مليون مره، الراجل بطبعه بيشوف الست بعينه، بيشوف ليه الرجاله بره يعني انت مثلا لو متبرفنه ولابسه كويس ولابسه شيك، ليه الراجل بره مثلا الرجاله اللي بتعاكس مثلا، هو شايفك حلوه، شايفك ريحتك حلوه، فلازم يعاكسك. ان الراجل بطبيعته بيشوف بيبص بعينه، بيحب الحاجه بعينه، بيشوف الحاجه جميله بعينه. حتى الاكله بيقول لك يعني ازاي توصلي لقلب جوزك عن طريق معدته، هتوصلي لجوزك عن طريق معدته ازاي؟ ان هو تعملي له الاكله بيحبها، هو قبل ما ياكلها يحبها بعينه ويشوفها بعينه قبل ما يحطها في بقه وياكلها، فاهميني؟ بالتالي هو يعني حتى استني مني كلمه، ما تستنيش منه كلمه شكر، هو لو كل الحاجه وعجبته هتلاقيه بيقول لك شكرا ومرسي ويبوسك وبصي نهار الصبح ويديك الجمال نهار الصبح، عشان الراجل بطبعه بيحب الحاجه بعينه، بيشوف الحاجه بعينه. فارق جاله يا جماعه والله بجد، طبقوا النصايح ديت ويا رب تكون عجبتكم. النهارده الفيديو يا رب يكون عجبكم النهارده، ويا ريت والله بجد تطبقوا النصايح ديت يا جماعه. بجد انا بشوف ناس كتيره قوي والله مش مهتمه بنفسها، وبجد ده بيبقى سبب خراب بيتها، اللي هي جوزها او الراجل بتاعها يبص لواحده تانية او يتجوز عليها. انت مش انت مهمله في نفسك ومش نظيفه في نفسك، يبقى حقه ان هو يعمل كده، هو مش بيعمل حاجه حرام. يعني انت اديله خليكي انت بالاربعه، خليكي انت بالاربعه، يعني يشوفك يضرب اربعه في واحد والله بجد يا جماعه بجد، يشوفك انت بالاربعه نظيفه وريحتك حلوه، وطبعا واجباته لازم تكون طبعا على اجمل وجه، كلكم طبعا عارفين الكلام دوت. الواجبات بتاعته بقى والهدوم وحاجته، اهم حاجه النظافه الشخصيه، الرجاله بتحب النظافه الشخصيه جدا 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 بجد. لو انت مش مهتمه بنفسك حاولي بعد ما تشوفي الفيديو دوت تعدلي من نفسك وتطبقي النصايح ديت، هتلاقي جوزك حبك ومش هيبص عليكي، ولو هو مش بيبص عليكي اصلا حاولي تطوري من نفسك. لو انت بتعملي الحاجات دي جددي، ظبطي على طول، غيري، ما تقعديش عليكي لازم يا جماعه مش عارفه اقولها لكم ازاي، ما تخليش يعني الهدوم الداخليه تقعد عليكي اقل من، يعني لو انت بتصلي في كل وضوء لازم تغيري الهدوم الداخليه اللي هي الاندر، يعني الاندر من تحت، تغيري الهدوم الداخليه بتاعتك كل شويه كل شويه، يعني مثلا في الظهر تغيري وتتشطفي وتتوضي، اوكي؟ في اذان العصر مثلا نفس الكلام على مدار اليوم، يعني مثلا تغيري خمس اربع مرات في اليوم الهدوم الداخليه بتاعتك، انت كده بتحافظي اصلا على نفسك، وبتحافظي ان انت ما يجيلكيش بكتيريا او اي فيروسات، وبتحافظي على هدومك، يعني بتحافظي على ريحتك. لازم الست يا جماعه تكون ريحتها حلوه في كل بقى في كل الاماكن. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا مني واكون ضيفه خفيفه عليكم. ولو انت لسه جديده معايا حبيبه قلبي دعميني بلايك والاشتراك وفعلي الجرس ودوسي على كلمه الكل علشان يظهر لك كل جديد مني ومن يوميات رانيا، واستني مني فيديوهات جديده وروتينات وروتينات. ولو اي حاجه عايزه تستفسري عليها هتكتبيها لي في الكومنت وانا هرد عليكي بنفسي. ومبسوطه جدا ان انا بديكوا حاجات كويسه تنفعكوا، ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.